السلام عليكم. هنتكلم النهاردة ازاي نقدر ان احنا نعمل كويز على أوفيس 365. صفحة الأوفيس الأساسية هيبان من عندنا فيها فورمز. أول ما نضغط على فورمز هيبتدي open a new browser، هيبتدي open a new page. هيظهر عندنا في a new page حاجة من اتنين، يا إما new form يا إما new quiz. هيبان عندنا الإكزامز اللي احنا عاملينها قبل كده والاختيارات بتاعتها. كون إن أنا عندي expired يعني ده معناه إن وقته خلص. هضغط على new quiz، هضغط فوق واكتب اسم الإكزام. ايه نوع الإكزام؟ ده اساسا معمول كنوع من انواع الموكا ان الطلبه تبتدي تذاكر معايا، اخد منهم نوليدج. Add a new question، هختار choice لان دوت اسهل في عمليه التصحيح، لكن التكست بيبقى ممكن يحتاج manual correction. هكتب السؤال الاولاني. وبعدين أبتدي أختار الإجابة، أكتب الاختيارات اللي موجودة عندي. أصبح أنا كتبت السؤال. السؤال دوت محتاجة من الطالب الآتي عليه، محتاجة إن هو يكون required question، محتاجة إن عدد الدرجات بتاعته تكون درجة واحدة، هو إجابة واحدة، ولكن في نفس الوقت هو required question. تمام، إيه الإجابة الصح هنا عندنا؟ الإجابة الصح إن هي no. هبتدي أعمل سؤال تاني، لو كان السؤال التاني زي الأولاني، هبتدي أعمل من هنا copy question، هيقوم يعمل لي نفس هذا، أدي السؤال الأولاني أهو، وكتب لي السؤال التاني، بس أنا عايزة أعدل في الستام، هقوم أبتدي أكتب الحاجة اللي أنا عايزة أكتبها. ادي كتبنا السؤال، الاجابه الصحيحه هي الاجابه دي، ونفس القصه هي required، ونفس الموضوع عليه درجه واحده. دلوقتي هاجي من السيتنج وابتدي اشتغل. هل محتاج الطالب يشوف الريزلتس؟ انا محتاجاه علشان ما يسالنيش كل شويه عملت ايه في الامتحان يا دكتور. هل اي حد معاه اللينك ولا حد معاه الاورجنايزيشن من الاورجنايزيشن يرسبوند؟ هفضل اختيار one of the organization علشان ده معناه ان هو هيكتب لي الاسم، وده معناه ان الشخص ما يقدرش يجاوب غير مره واحده. اكسبت ريسبونسز؟ طبعا. هنعمل ستارت ديت؟ بختاره في يوم الامتحان. لا ده معلش، ده النهارده احنا بنتكلم ان انا عايز اعمل الامتحان ده النهارده. طبعا بما ان ده تيست انا عاملاه هنا مع حضراتكم، فبالتالي انا هختار التايم بتاعنا المناسب في هذه المرحله. فانا هبتدي اختار ان هو مثلا من الساعه 10:30 بالليل. طيب الاند ريزلتس بتاعتنا برضو تبقى خلال النهارده، وانا هخليها لحد الساعه 11:30 بالليل. اشفر الكويستشن؟ بليز شفر الكويستشن، ولو سمحت ابعت للطلبه يور سبميتد يور انسرز وميرسي جدا. ولما الطالب بيجاوب ابعت له ايميل ان هو جاوب. كده احنا خلصنا. اعمل بريفيو. بريفيو ادي اللي هيبان للطالب. هاي مات ده هيبقى اسمه مكتوب هنا، وين يو سبميت ادي الاونر هيعرف اسمك، وادي التفاصيل اهي. ده لما يكون بيفتح من الكمبيوتر، لما يكون بيفتح من الموبايل هيبقى ده التفاصيل اللي موجوده قدامه. هايل جدا، احنا كده عملناه. ناقص ان انا اشير، هبتدي اكوبي اللينك دوت وابعته للطلبه في وقت الامتحان المحدد. فتحت الامتحان اهوت من على براوزر تاني using my email، كتب لي اسمي وابتدى حط لي الاسئله. family has an important role؟ no. طبعا لو خدتوا بالكم ده كان السؤال التاني اللي احنا كاتبينه، بس عشان هو عمل shuffling for the questions. family has two types؟ no. تمام. هيبعت لي ايميل ان انا رديت، عملت submission، قال لي thank you، views the results، قال لي ده انت جاوبت واحد صح وجاوبت واحد غلط. تمام كده. تعالوا نبص بقى انعكاس الموضوع ده عندنا هيبان ازاي. بدأ يبان عندنا زي ما حضراتكم شايفين هنا كده responses. هضغط على كلمة responses اهو بان لي ان واحد response وان انا خدت درجة واحدة، والstatistics بتاعت الاسئلة. بمجرد ما اضغط على open into excel هيبتدي يظهر عندي صفحة الاكسل زي ما حضراتكم شايفين. هفتحها حالا.
تظهر عندنا صفحه الاكسل ويبقى موجود فيها كافه التفاصيل الخاصه، انا جاوبت الساعه كام والايميل الاكاديمي وكل التفاصيل اللي تقول انا اخباري ايه مع الامتحان دوت. وكده نكون اتكلمنا ازاي احنا نقدر نسجل. شكرا لحضراتكم.